دعت منظمة هيومان رايتس واتش السلطات التونسية إلى وقف ما وصفته بعمليات الطرد الجماعي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المهاجرين الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية وسط أزمة هجرة غير مسبوقة تعانيها تونس. ذكرت هيومان رايتس واتش أن الأشخاص المطرودين هم من دول إفريقية عدة، هي ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم 29 طفلا وثلاث نساء حوامل. في وقت سابق قالت منظمة حقوقية محلية إن السلطات التونسية نقلت مئات المهاجرين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء إلى منطقة صحراوية على الحدود مع ليبيا. معنا من مدينة صفاقس التونسية بسام بنني مراسل بي بي سي. مرحبا بك بسام. ما هو عمق أزمة المهاجرين الأفارقة في تونس؟ نعم حمدان، الصورة واضحة قف الآن وسط صفاقس تحديدا في منطقة باب الجبلي، حيث يفترش مئات المهاجرين هذه الحديقة وهم يخشون أن يتم ترحيلهم بدورهم إلى مناطق حدودية سواء مع ليبيا أو مع الجزائر. الحرارة عالية جدا، نسب الرطوبة مرتفعة للغاية، وهناك مخاوف أيضا من تردي الأوضاع الصحية للمهاجرين. منذ صباح اليوم يتوافد أهالي مدينة صفاقس لتقديم بعض المساعدات الغذائية والأدوية، لكنها تبقى محدودة مع أحوال الطقس الشديدة خاصة فيما يتعلق بالحرارة كما ذكرت. يمنون النفس بحل كريم، وهنا أقصد المهاجرين، يخشون ترحيلهم ويخشون أيضا تجدد الاشتباكات، تجدد استهدافهم، خاصة أنه من الواضح أن السلطات التونسية لن تكون صبورة جدا على تجمعهم هذا. كما ذكرت هناك من المئات الذين يفترشون هذه الحديقة، بالأمس كانوا تقريبا بضع عشرات لكن ارتفع هذا العدد. هناك من يحاول مغادرة المدينة سواء عبر السكك الحديدية والسيارات الخاصة وحتى مشيا على الأقدام. شاهدت بعيني بعض المهاجرين وهم يغادرون المدينة مشيا على الأقدام. حمدان، شكرا جزيلا لك. من صفاقس بسام بنني مراسل بي بي سي لشؤون شمال أفريقيا.